هدول السيارات سيارات نادرة لأول مرة بتطلع خارج المتحف. بورش 911 تارجا موديل 1970 تارجا 2.2. هاي السيارة تعمل 180 حصان، سرعتها القصوى 230 كيلومتر بالساعة. بورش 911 1967، مش متوقع قديه سعرها هاي السيارة. ما في حزام أمان، هذيك الحقبة من الزمن ما كان في حزام أمان. محرك السيارة 6 سلندر 2000 سي سي، بقول لك قوة 130 حصان، تسارع من 0 ل 100 9 ثواني وجزء، وسرعة قصوى 210 كيلومتر بالساعة. هاي السيارة وزنها 1080 كيلو. بزمن 1967 صدقوني كانت عبارة عن صاروخ بمشي على شوارع. هاي السيارة المعنى حاليا سيارة نادرة جدا، 171 سيارة بالعالم، منها 911 كاريرا سبيدستر موديل 1988، محرك 6 سلندر 3200 سي سي، بتولد قوة 231 حصان، تسارع من 0 ل 100 6 ثواني والجزء بالزمن 88، وسرعة قصوى 245 كيلومتر بالساعة. 911 جي تي اس، العصر الجديد، التطور، التكنولوجيا، السرعة، حتى حجم السيارة مقارنة مع السيارات الكلاسيك حجمها كبير. هاي السيارة عليها محرك 6 سلندر 3000 سي سي، بولد قوة 480 حصان. وفي الختام، المستقبل والتطور والهدوء، بورش وإبداعاتها. بورش معروفة سيارات رياضية ودائما لمستهم موجودة حتى بسياراتهم الكهربائية. سمعين الصوت؟ حاسة احنا مش بكوكب الأرض، كوكب المريخ. تسارعات نارية، ردة فعل سريعة جدا. سيارات أساطير، لأول مرة بطلع من المتحف، بيجوا على دبي بالخليج. وصل الفيديو تاعنا للنهاية، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا. في أمان الله.